شاء الله نرجع بالانتصار، يسهل المأمورية حتى لو انتصرنا يسهل المأمورية، لكن المقابلة تتلعب بعد والترشح يتلعب بعد مقابلة طنجة، مقابلة مهمة. عنا شوية ظروف، دائما ثم ظروف لكن إن شاء الله اللاعبين اللي قادرين باش يلعبوا إن شاء الله هما يعطيونا الإضافة ويكونوا حاضرين في المقابلة هذه باش نفرحوا الجماهير متاعنا. كتاب مفتوح، الفرق كل صارت كتاب مفتوح، حتى هما يعرفوا اتحاد طنجة ويتابعوا في الدوري وفي البطولة متاعنا. اللي هم هو المردود والروح الانتصارية متاع اللاعبين في وسط الملعب. كرة القدم تتلعب على جزئيات بسيطة، نكونوا حاضرين، نكونوا جاهزين في الكرات الثابتة، نكونوا جاهزين في الهجمات متاعهم. شفناها من الفكرة بسيطة، لكن باش تكتشفوا الملعب والمنافس على أرضية الميدان. إن شاء الله نكونوا حاضرين باش نعطيه أفضل ما عندنا إن شاء الله. هذه إكرهات، لأنه في بعض الناس قالت مقابلتنا متاع تشاد كانت سهلة، لكن المقابلة ما كانتش سهلة وبينت بالكشف اللي ما كانتش سهلة. وعنا اللاعبين اللي ونشوفوا الشنتوف بالإصابات والكدمات اللي صاروا له، نشوفوا أسامة بالكدمات اللي صاروا له، نشوفوا أيوب الخالقي، معناها الكثير من اللاعبين اللي أعطاه وكانوا رجال في وسط الملعب. نحب نقول المقابلة تتلعب بكرة القدم تتلعب مهما كانت الظروف اللي في وسط الملعب، لازم تكون جاهز انت باش تقاتل وباش تدافع على اللون متاع النادي متاعك مهما كانت الظروف، البرد، الملعب، الكرة، الحكم، الريح، الكل مداخلين في كرة قدم وعادي جدا، لكن احنا لازم نتغلب على الظروف ولازم نجتهد باش نعطي افضل معنا.